excited. كيف يمكن تخزين محتويات مكتبة هائلة على شريحة ذاكرة صغيرة؟ كيف تطورت أجهزة الكمبيوتر من الأجهزة الضخمة أو المين فريمز إلى الأجهزة الرئيسية أو السيرفرز إلى أجهزة الكمبيوتر الصغيرة؟ كيف تطورت الذاكرة التي تستخدم في الكمبيوتر من الفلوبي ديسك؟ هل تذكرون الفلوبي ديسك والاسطوانات المدمجة ثم الفلاش ميموري والهارد درايف؟ الآن يمكن وضع كميات هائلة من المعلومات على شرائح ربما تبلغ بحجم النانو متر. هذا التقرير يأخذكم في رحلة حول تطور ذاكرة الكمبيوتر في العالم. سبعون في المائة من البيانات المخزنة عبر الحوسبة السحابية حول العالم حالياً توجد في اسطوانات مغناطيسية. الفضل يعود لما قمت باختراعه قبل 20 عاماً، وهو الصمام المغناطيسي الذي مكن من زيادة قدرة التخزين بمقدار 1000 مرة، وهو ما جعل وسائط التخزين رخيصة ومتاحة للجميع. فبدلاً من الذهاب إلى المكتبة من أجل الاطلاع على كتاب، فأنت لا تحتاج سوى استخدام هاتفك المحمول لتحميل أي كتاب. فمعظم الكتب حاليا لها نسخ إلكترونية، لم يكن ذلك متاحا إلا بهذا الاختراع الذي توصلت إليه. هذا الجهاز صغير للغاية ولا يرى بالعين المجردة، وهو يستخدم مع الاسطوانات المغناطيسية لرصد المجالات الرقمية المغناطيسية والتي يبلغ حجمها نحو 20 نانومتر. ولتقريب ذلك، فإن شعرة الإنسان يبلغ 10 ميكرونات، أي 10,000 نانومتر. 10 microns, 10,000 nanometers. إذا كنتم تعملون على هذه الإبداعات والابتكارات لسنوات مضت، فماذا يا ترى سيكون عليه الأمر بالنسبة للذاكرة في السنوات المقبلة؟ Basically, the disk drive consists of a glass disk which is rotated. اسطوانات التخزين هي عبارة عن اسطوانات زجاجية دوارة، وهناك رأس لرصد المجالات المغناطيسية الدقيقة، والأداة الدقيقة التي طورتها تستطيع أن ترصد هذه المجالات بصورة أدق وأسرع. الطبيعة الميكانيكية لاسطوانات التخزين يجعلها غير دقيقة، كما أنها تستهلك كماً كبيراً من الطاقة. الآن نحن نعمل على تطوير تقنية تستهلك قدراً أقل من الطاقة بمقدار 100 مرة، وتسمى حلبة السباقات المغناطيسية. هذه الأداة ستكون مصمتة، لا تتحرك، وتعمل عن طريق تيار من الإلكترونات المتحركة والمستقطبة مغناطيسياً. هذه التقنية ستزيد قدرة الذاكرة 100 مرة عن قدرات التخزين الحالية، وستتخلى عن أي حركة للاسطوانات أو عن رأس لرصد حالتها المغناطيسية. ما هي المحطات الرئيسية التي أدت إلى إحداث تطور كبير في أجهزة الذاكرة وذاكرة الحاسبات؟ العلم الخاص بدوران الإلكترونات تطور من أداة الصمام المغناطيسي المسؤول حالياً عن تخزين 70% من البيانات حول العالم، ثم إلى أداة ذاكرة الوصول العشوائي المغناطيسية المصمتة، وصولاً إلى تقنية حلبة السباقات المغناطيسية والتي تظل الأفضل بين كل هذه التقنيات. العمل على تطوير قدرات وسائط التخزين المختلفة ربما هي عملية تعمل على محاكاة عمل الخلايا العصبية في مخ الإنسان، التي تعمل بقدرات تخزين هائلة وبأقل قدر ممكن من الطاقة. كل هذه التقنيات تحاول محاكاة أجزاء من جسم الإنسان مثل الحمض النووي الدقيق للغاية، والذي يحوي كل المعلومات الخاصة بحياة الإنسان وصفاته المختلفة. هذا الحال أيضا بالنسبة لخلايا المخ التي تستطيع تخزين كم من المعلومات يفوق أي اسطوانة مغناطيسية. نحن لا نفهم كيف تعمل خلايا المخ بقدر ضئيل للغاية من الطاقة، ونحن نأمل أن نستوحي من هذه الخلايا بعض الأفكار لتقليل أجهزة تخزين البيانات للطاقة.